بالنسبة لصلاة الكسوف، نعم، إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل؟ وبالنسبة من فاتته صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ طيب، أمر التوضيح. أي نعم، والله السؤال مركب، يجوز ولا لا؟ احنا القاعدة ما نأخذ سؤال واحد، لكن هذا مركب من جنس واحد. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، يعني إذا رأيتموه مكاسفا، فمتى ظهر أثر الكسوف فهنا تشرع الصلاة، وإن لم يظهر كما لو كان الكسوف جزئيا في الشمس ولا يرى إلا بالمنظار فإنه لا يصلي، لأننا لم نرها كاسفا. والعبرة بالرؤية العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء، أفهمت؟ إذا من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذ تكون الصلاة. وأما من فاتت فإن انجلى الكسوف فإنه لا يصلي، وإن بقي الكسوف يصلي كما يصليها الإمام. نعم.